مع تصاعد الحرب واستهداف المدنيين في سوريا، تتزايد أعداد اللاجئين في الدول المجاورة ومنها العراق الذي يضم 3 مخيمات هي القائم والوليد ودوميز. ومن المقرر أن تفتتح الأمم المتحدة مخيما رابعا في منطقة الكسك. مي، احنا من البارح ما عندنا مي، من البارح الظهر كل ما يجي الصهريج ما يوصل الهوز، انتم تسمونه مدري خربان الصوند ما توصل، اللي تجينا الاطفائيه كل نهارين ثلاثه معبينا. هاي الخزانات تبع المرف صحيه كلها فاضي، هرب كسر الخراطيم، عبيها بالليل الصبح ما بيها. هذه المخيمات أقل ضجيجاً من المخيمات الأخرى في دول الجوار، لكنها ليست أقل معاناة. بس عندنا أهم شغلة غيو، عندنا الأطفال. هذا الدرمي شنو بيهم الأطفال؟ الأطفال ما قام يجيهم غذاء صح، غذائهم ما يجي، قام يأكلون أكل كبار يعني ذبحهم لإسهال مرضى. اللاجئون السوريون في العراق ينتمون بأغلبيتهم لعشائر يتوزع أهلها بين البلدين، ورغم ذلك فإن زيارة الأقارب والأصدقاء في العراق ممنوعة على هؤلاء. بس إنه نسخوا على قرايبنا أهلنا، إحنا أخو يعني عندنا خالات وعندنا عمات وعندنا بنات الخالات وبنات العم كلهم ضمن العراق طبعا. إحنا نريد بس إنه شيء إنه بس نروح ونجي، إحنا لما نأخذ نريد ننهزم على سوريا أقرب المثال حاطين لهم احتمال ننهزم، ما دخلنا على العراق من البداية، ما دخلنا إجا. جينا مثلاً نشوف قرايبنا، عماتنا، خالاتنا، أصدقائنا بالأحرى. قسوة المناخ الصحراوي تضيف عبئاً على كاهل اللاجئين، لكن العبء الأكبر يتمثل بخشية دول الجوار من انتقال الصراع في سوريا إليهم، وهي خشية غالباً ما يدفع هؤلاء اللاجئون ثمناً لها.